مرحبا بكم متتبعينا من جديد. صدق من قال أن بناء المساجد في العرف وفي التقليد الإسلامي يحيل أو يدل على بداية التعمير والإعمار، وهذا بالضبط ما يحدث بمنطقة القرقارات، حيث سيتم بناء أول مسجد بهذه المنطقة. وإن دل هذا الشيء فإنما يدل على أن المملكة المغربية في طريقها إلى تنمية وإعمار الأقاليم الصحراوية. ونترككم مع الفيديو. ما تنسوش تابوناو في لاشين وتاكتيفو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم.